السلام عليكم اخواتي، كيف احوالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هذه الحلوة اللي ما كاين حتى شي وحدة اللي ما كتعرفش الحلوة التمر، اللي سهلة ومقاديرها بسيطة، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. ونحتاجوا لهذه الوصفة هذه. وبالنسبة اخواتي للحشوة التمر، نحتاجوا لها نص كيلو التمر معجون، جوج معلقات السكر، معلقة صغيرة الزبدة، معلقة كبيرة قرفة. عندي هنايا انا كاوكاو مهرمش مع واحد 7 حبات القرنفل هرمشتهم معاه. الا ما متوفرش عندك ديري جنجلان. وعندي هنايا الماء الزهر حتى نحاولوا التمر ديالنا يتشربوا مزيان، هذاك هو القدر ديالو. ديك الساعه خواتاتي نحاولوا نخلطوا شويه نذوبوا شويه هذا التمر ديالنا في هذا الماء الزهر بهذه الطريقه هذه، نحاولوا تشربوا مزيان يرجع معجون خفيف. نزيدوا لي ديك المعلقه القرفه، معلقه صغيره ديال الزبده، وداك السكر. نحاولوا نخلطوا مزيان. نزيدوا له داك شويه الكاوكاو المهرمش والقرنفل، ونحاولوا نقلو الكاوكاو ديالنا مع التمر ونسقيو مزيان الماء الزهر. هنا خواتاتي هذا هو التمر ديالنا، هكا كيجي يعني شارب هذا الماء الزهر. ونحربلو هكا بهذه الطريقه هذه حراب الطوالين، ونخليوه يرتاح شويه في الثلاجه على ما نضرو نعملو العجينه ديالنا ان شاء الله. ونتلاقاو خواتاتي ملي نكمل تحربي التمر ديالي. ونحتاج اخواتاتي ان شاء الله العجينه د حلوه التمر. عندي هنايا نص كيلو د الزبده، زبده عاديه. عندي هنايا كاس د العنبات الزيت. عندي هنايا واحد البيطه. عندي هنايا جوج معالق د السكر. عندي هنايا الطحين تقريبا كيلو على ما تجمع لنا الزبده ديالنا. ونبداو معكم ان شاء الله اخواتاتي. اول حاجه نسبقوا ديك جوج معالق د السكر، نخلطوه مزيان مع الزبده. هنا خواتاتي زدت معاه ديك البيطه مع ديك السكر مع الزبده ديالنا، ونزيدوا الزيت ونحاولوا نخدموا العناصر مع بعضهم مزيان. وبهذه الطريقه هذه خواتاتي نحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا، وحنا كنزيدوا في الدقيق حتى كتجمع لنا العجين ديالنا وتكون العجينه رطبه بلا ما دير فيها الماء الزهر ولا الخميره الالزه، كتجي هشيشه. هذا هو السر ديال النجاح ديالها. وهذه هي العجينه ديالنا خواتاتي، بعد ما جمعتها بلا ما كندلكوها شي غير نحاولوا نجمعوها، كتجي بهذه الطريقه هذه عجينه لينه ورطبه. ودابا نجوزوا معكم خواتاتي نطلقوا العجينه ديالنا وتشوفوا الطريقه. وبهذه الطريقه هذه خواتاتي بعد ما قطعت العجين ديالي الى 4 كويرات هكا، كنحاولوا نطلقوه رقيق شويه بهذا الشكل هذا. انا بعد ما عملت العجينه ديالي بهذا الشكل هذا رقيقه، دابا نحاولوا ندخلوا فيها ديك التمر ديالنا بهذا الشكل ونقلبوا بهذا الشكل هذا. يعني بلاتي عليك واخا الورقه كتقطع، يعني انتي نتسيسيها باش انا طلقتها على البلاستيكه هكا. ونحاولوا نعاودوا دوره ثانيه بهذا الشكل هذا، ونقطعوا هذه الحاشيه هذه. حاولوا بيدنا نصوبوها. اخواتاتي نعاود معكم وحده اخرى عاوتاني هكا بهذا الشكل هذا. عاود نحطوا الحربول ديالنا في الوسط ونحاولوا نقلبوه هكا جوج مرات، وهذاك اللي كاين نطوى نرجعوه لتحت. نحاولوا بيدنا نصوبوا عاود بهذا الشكل، غير باش ما يجي لنا معاود. اخواتاتي نجيبوا الموس عادي ونحاولوا نقطعوا، يعني واخا تبان العجينه ما يهمشي. وبها عاوتاني عاودوا بهذا الشكل هذا عمودي هكا، يعني ما تحتاجني مرشم ولا حتى حاجه، يعني موس هكا باش كيشبر ديك السكر كلاصي ملي كيطيب وكنحطوا عليه من الفوق كيشبر داك السكر كلاصي، كيجي رائع وهشيش. ونتمنى ان شاء الله تجربوه. وهكا خواتاتي هكا هو كيجي الشكل ديالو. يعني كنحاولوا نقطعوا غير بالموس، نستعملوا غير الموس ونحاولوا نصلحوا حتى العجينه ماشي مشكل. يعني واخا تقطع لنا الورقه ماشي مشكل،
هكا كحسن كيبقى باين شويه التمر ديالنا ملي كيطيب. وبعاود تاني كنعاودوا له بهذا الشكل هذا، وديريكت كنقطعوه، يعني تقطع على حسب انتينا اللي بغيتي. انا كتعجبني الحلوه تكون شويه كبيره وباينه. كنحطوها في اللطه ديالنا وندخلوها الفران. هذه هي الحلوه ديالنا اخواتاتي، بعد ما دخلناها الفران على حراره متوسطه طيب على خاطرها، ونطلقها ونشوف الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. انا اخواتاتي هذه هي الحلوه ديالي بعد ما طابت وخليتها بردت شويه، كتجيب هذا الشكل هذا، يعني مطبوعه بلا طابع بلا اي والو غير بالموس. دابا نحاول ان شاء الله نفندوها في السكر كلاصي بهذا الشكل هذا، بعد ما نخليوها تبرد مزيان هكا، ونحاول نهزوها ونحطو وحده ورا وحده، ولا في اناء كبير عاود تحاولي تحطي السكر كلاصي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، هذه حلوى التمر معروفه ولذيذه، ولكن هذه الطريقه هذه يعني انك ما تستعمليش ماء الزهر في الورقه، كتجي رائعه وهشيشه. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو من الانسان اللي تفند الحلوه ديالي ان شاء الله، وتشوفوا الشكل ديالها النهائي. هنا خواتاتي هذه هي الحلوه ديالي بعد ما كنت لها طياب وفنتها، كتجي بحال هذا الشكل هذا، حلوى التمر عاديه معروفه، ولكن السر ديالها هو انها ما كتكونش في العجينه ماء الزهر، كتجي هشيشه ورطبه بحال هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وتابونوا معايا في القناه ديالي وتشجعوني خواتاتي، ونشوف تعليقاتكم عما قريب، وبصحه وراحه وشهيه طيبه.